بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول What does globals mean? What does globals mean? عشان نجاوب على السؤال ده إجابة كويسة فإحنا لازم نعرف مصطلح مهم جدا في الـ PHP اسمه Super Global Variables. Super Global Variables عبارة عن Associative Arrays عندنا في الـ PHP ليها شوية حاجات مهمة، ليها خصائص زيادة عن الـ Arrays التانية، تمام كده؟ من ضمنهم Super Global اسمه Globals. ماله Globals ده؟ Globals ده Super Global Variable بيشيل كل الـ Global Variables أو كل الـ Variables اللي موجودة في الـ Global Scope. فين الـ جلوبال سكوب؟ اللي هو ده اللي انت فيه ده في السكريبت بتاعك، لان طبعا دي سكريبت البي اتش بي سكريبتنج بروجرامنج سكريبتنج لانجويج يعني. فالفاريبلز بتبقى هنا دي موجوده في الجلوبال فاريبلز، تعتبر بقى جلوبال فاريبل. لو انا جيت هنا قلت له مثلا نيم بيساوي احمد بالشكل ده، عملت فانكشن هنا اسمها جيت نيم وعاوز اطبع النيم اللي اسمه احمد، او ممكن اغير عليه كمان نيم ده نفسه. لو جيت هنا قلت له ايكو نيم هيزعل مني الفانكشن، هيبقى في عندي ايرور والدنيا هتبقى مش كويسه. لو قلت له جيت نيم بالشكل ده، قلت له اتفضل، قلت له بي اتش بي فيرست دوت بي اتش بي، عملت كده يقول لي ايه وورنينج اندفايند فاريبل نيم، انت بتكلمني او بتحاول تندي فاريبل اسمه نيم مش موجود. ليه مش موجود؟ لان هو في الجلوبال سكوب مش في الفانكشن سكوب. يبقى في فرق بين الفانكشن سكوب هنا، ده اسمه فانكشن سكوب، اي فاريبل هيبقى موجود هنا يبقى جوه السكوب الخاص بالفانكشن، تمام كده؟ واي فاريبل بره هنا بره خالص هيبقى جلوبال سكوب، في الجلوبال سكوب. طب حلو جدا ممتاز. لو انا جيت هنا قلت له نيم بيساوي علي هيشتغل زي الفل. ليه؟ لان انا عملت انيشاليزيشن لمين؟ للفاريبل اسمه نيم هنا جوه الفانكشن سكوب واستخدمته. انا مش عاوز اعمل ده، مش ده الهدف. الهدف ان انا عاوز اوصل لنيم ده نفسه. ينفع؟ ينفع. عن طريق مين بقى؟ ازاي اوصل لفاريبل في الجلوبال سكوب؟ قال لك من احدى الطرق بالنسبه لنا ان احنا نستخدم جلوبالز والنادي على اسم الفاريبل. اسم الفاريبل ايه؟ نيم بالشكل ده. هو بيشيل كل الجلوبال فاريبلز اللي عندك جوه اسوسييتيف اري اسمه ايه؟ اسمه جلوبالز. فانا قلت له فيرست بي اتش بي يقول لي احمد اهو زي الفل. طب اعرف اغير عليه؟ وماله ما اتغير عليه، هو عباره عن اسوسييتيف اري. لازم تبقى فاهم البيزكس بتاعت اللغه بشكل كويس. الاسوسييتيف اري هو عباره عن اري نوع معين من انواع الاريز عندنا في البي اتش بي. فلو جيت هنا قلت له جلوبالز اوف نيم بيساوي حماده، غيرت الاسم بدل احمد دلعته وقلت له ايه حماده، سيبك من ايكو خالص هنا، تعالى اعمل لي ايكو بره خالص، ايكو النيم بالشكل ده، شوف هو هيكون اتغير ولا لا. هيتغير ولا لا؟ انا قلت له جلوبالز اوف نيم كذا، ناديت على الفانكشن، فالفانكشن هتعمل ايه؟ هتجيب نيم ده وتغيره، وبعد كده شوف هنعمل ايه كده بالشكل ده. فيرست دوت بي اتش بي قال لي حماده. ممكن اجي هنا اقول له ها ايكو برضو عشان برضو الدنيا ممكن توضح بشكل اكبر، نيم بالشكل ده، انا غيرته خلاص ومش محتاج احط ده هنا خالص، تمام كده؟ راح عمل ايه؟ وصل للجلوبال فاريبلز عن طريق السوبر جلوبال اللي اسمه جلوبالز، اللي بيشيل كل الجلوبال فاريبلز او كل الفاريبلز اللي موجوده في الجلوبال سكوب على هيئه اسوسييتيف اري كي وفاليو. طبعا ممكن الفاريبل ده يبقى اري، ممكن يبقى يعني سترينج، ممكن يبقى نل، ممكن يبقى اي حاجه. اتمنى نكون استفدنا بالفيديو ده. ان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.